السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. متتبعينا الكرام، نتمنى من الله كل شيء يكون بخير وعلى خير وفي صحة جيدة. مباشرة من كورنيش الأحلام، كورنيش واد إكم. واد إكم اللي دار فيه واحد الكورنيش ما شاء الله ما شاء الله، الأشغال وصلت واحد النسبة ديال 90% كما كتوضح الصورة. ولكن الملاحظة اللي غيقدر يلاحظها أي واحد، غيقول له الطريق واش غير كتدخل كديما كتجيبش، لان الا رديتو البال كتلقاو البلايك في اليمين واليسار. ولكن بعد ما لاحظت ورديت البال، لقيت انه البلايك اللي في اليسار راه ممكن يدورو للعكس، كترخف غير داك الكروات كتقلب الاتجاه وتزير عاوتاني. هذا هو اللي كاين صراحه، جماليه ما بعد جماليه. غيكونوا محلات تجاريه هنايا في اليمين كما كتشوفوا البلايك، كلشي عاطيه وجه ليه، ولكن غادي يقلبهم ان شاء الله من بعد، لان ما يمكنش جهه الروم بوينت الدخله ديال وادي كم تما ما يمكنش تدخل هذا الطريق. كاين هنا باركينغ في اليمين، كاين باركينغ في اليسار، داكشي زوين ما شاء الله. كورنيش رائع كيطلع على البحر ديال الصخيرات، كيطلع على البحر اللي خطر السباحه، منظر ولا في الاحلام. كنتمنى من الله الاخوان يديروا لايك للفيديو ويبارطاجيو. كما كتشوفوا هنايا راه سادين ديال الطريق بحكم باقي بعض الاشغال، باقي بعض الروتوشات، وديجا راهم سادين الطريق جهه الروم بوان باش ما يدخلش اي واحد. كنشكروا الاخ اللي واقف هنايا كيحل الطريق وكيرد المسائل، الله يجازيه بخير. بالنسبه للاشغال راه مستمره، وهاد الفيلات هادو راه جاوا على البحر تقريبا، جاوا على البحر. نطلب الله نشوفوا حويجات اخرين خاصين بالوليدات، خاصين بزوار المكان بصفه عامه. ما شاء الله الدنيا هنا زوينه. كتشوف هذا الباركينغ هنا في اليمين، باركينغ في اليسار، يعني الامور الحمد لله غتكون مزيانه هنايا، الا ان غنشوف واش غيكون كافي الناس فين يلقاو فين يحطوا السيارات ديالهم. ما كرهناش نشوفوا شي مرأة تحت ارضي في هذا المكان هذا، لانه اكيد اكيد بلاصه زوينه وزوينه بزاف، واي واحد غيبغي يجي ويجيب لها وليداته. فكنتمنى من الله انه يكون شي باركينغ كبير هنايا، على الاقل يهز واحد 200 سياره مثلا، لانه مكان يستحق الزياره. موقع رائع، موقع كيطلع على البحر الكبير، داكشي زوين بزاف. الله يسخر الامور. وكنتمنى من الله الاخوه اللي كيتبعونا وكيتبعوا كل كبيره وصغيره، ما تنساوش ديروا لايك للفيديو وتبارطاجيو مع الاصدقاء باش يوصلكم كل جديد. والى هنا متتبعينا الكرام، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.